كما أرسل وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وأعرب وزير الداخلية عن خالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، داعيا أن يعيد المولى عز وجل الذكرى العطرة ومصر والأمة العربية في رفعة وتقدم وأمان. كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج. وبرقية التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. هذا وأرسل وزير الداخلية برقية التهاني للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وبرقية التهنئة للقيادات والعاملين المدنيين، رجيا المولى تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة على مصر والأمة العربية بالتقدم والرفعة والازدهار.